السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على رسول الله، يصلى عليكم عصر. مرحبا معكم في الصفحة الرسمية لإلياس بلوغ. اليوم إن شاء الله سوف أتحدث عن فوائد الزراعة المنزلية. الحقيقة الزراعة المنزلية ليست مجرد هواية، بل هي ممارسة تحمل العديد من الفوائد الصحية والبيئية والنفسية. إليك بعض هذه المعلومات المفيدة. أهم هذه الفوائد: في الحقيقة يكون هناك صحة أفضل، ومن ثم تكون الزراعة البيتية لها منظر مؤثر يقوم بتقليل التوتر. العناية بالنباتات تساعد على الاسترخاء وتقليل القلق، وهي أيضا نشاط بدني. أي العناية بالحديقة المنزلية أو المزروعات المنزلية، سواء كانت في حديقة أو في إناء، تعتبر نوعا من التمارين الرياضية الخفيفة، وهي أيضا تعطينا بيئة أفضل، هواء أنظف. النباتات كما تعلمون إخواني تعمل على تنقية الهواء من السموم، وأيضا بعض الطرق الزراعية مثل الزراعة المائية تستهلك كميات أقل من الماء. فوائد نفسية واجتماعية، يعني من خلال رؤية النباتات تنمو وتثمر يعطي ذلك شعورا بالرضا، وأيضا يكون هناك تواصل مع الطبيعة. يعني كما تنقول، العناية بالنباتات تساعد على تقوية الصلة بالطبيعة. وكما قلنا، فإن للنباتات فوائد عدة، وهي تربي الأطفال أيضا عندما يشاهدون أنك تعتني بالنباتات الزراعية، فإنها تعطيهم اهتماما أكثر. في الحقيقة هذا موضوع جميل وجميل جدا، وأنصحك يعني لمن تتوفر له الظروف أن يهتم بهذه الزراعة الجميلة والرائعة. وهي كما قلنا صحة ونضارة وجمالية، وهذه النقطة يجب أن نركز عليها. جمالية إضافة لمسة جمالية للمنزل وتحسين مظهره. وكما قلنا، هي عندما تتقابل معها فهي راحة نفسية تستمتع بها وتخفف بها التوتر وتحسن المزاج. وفي النقطة الأخيرة التي أريد أن أركز عليها، فهي فرصة تعليمية، فرصة رائعة لتعليم الأطفال عن الطبيعة، دور حياة النباتات، والأهمية الغذائية. من فضلكم، إن أعجبكم الموضوع لا تنسونا من وضع لايك لنتقدم للأفضل، وتعليق خفيف، وإن أردتم ممكن أن تضعوا تعليقاتكم. وجزاكم الله خير في موضوع آخر إن شاء الله.